أطلق أهالي مخيم النيرب مبادرة خيرية عبر إنشاء مركز صحي تحت مسمى تداوي الخيري تزامناً مع انتشار فيروس كورونا. هذا المركز مجهز بكوادر طبية متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة، مجهز بأجهزة طبية تخدم أهالي المنطقة بالكامل، ليس مخيم النيرب بل جميع القرى المجاورة، أكثر من 20 قرية يقوم هذا المركز بتخديمها. طبعا جميع الأسرة مجهزة بإسطوانات أكسجين، وقمنا بإنشاء غرف عزل كورونا للرجال والنساء. هذا المركز يقوم بتخديم أكثر من 100 مريض يوميا. إنشاء المشروع تم لتسريع عملية إسعاف المرضى والحالات المشتبه لفيروس كورونا من خلال تهيئة غرف عزل وتجهيزها بإسطوانات أكسجين، مع وجود صيدلية خاصة تخدم المراجعين بشكل مجاني. تعيننا في مركز التداوي التابع لموجود في مخيم النيرب لتقديم الخدمة للمواطنين في هالمنطقة من حالات إسعافية وحالات باردة. الحالات الباردة طبعا منعالجها صباحا بوجود فريق طبي مؤلف من 3 أطباء، أنا وفي طبيب الرخار بجو، ومؤلف من 5 عناصر ممرضين. أما الحالات الإسعافية موجودة بعد الظهر والمساء من تقديم سيرومات معالجة الكورونا، حالات الألم الحادة، إيقاف النزوف، عارف شون، ثم إسعافهم لمدينة حلب أو لأي أقرب مشفى. نحن نكون سعداء بتقديم الخدمة لكافة المراجعين للمركز، تقديم الخدمات اللي منحسن عليها واللي منحسن نخدم المرضى فيها، كونوا نكونوا سعداء ومرتاحين لوضع الأزمة اللي نحن فيها. نحن منيجي لهذا المركز لأنه فيه كل الأدوية وفيه أطباء ممتازين وممرضين الله يعطيهم العافية. الواحد عم بيجي بأي وقت عم بلاقيهم بال24 ساعة، ايمت ما منيجي منلاقيهم الحمد لله، وفي عندهم أدوية كاملة ومجانية. هي خطوة أتت لتخديم أكثر من 25 قرية محيطة من مخيم النيرب عبر استقبال نحو 100 مراجع بشكل يومي وتخفيف الضغط على المراكز والمشافي العامة. الجهود التي يبذلها أبناء البلد عبر الأعمال التطوعية مبادرة للتصدي لفيروس كورونا في ظل الانتشار العالمي لهذا الوباء.